الويكند صاير بخوف بلبنان، يعني لا اذا اللبنانيين ظهروا من بيوتهم بيرتاحوا بيطلع مغتربين بيقولوا لا في ازمه ولا شيء، هي هون المطاعم كلها مفوله، ولا اذا قعدوا بالبيت بنرتاح لانه بيصيروا يعلقوا على السوشيال ميديا. مثلا عندكم ميش دياب باخر ويك اند راحت على مطعم فاتح جديد ببيروت وما لقيت مشروبات كحوليه على المنيو. والله بطلع على لبنان واشرب وسكي وكيف، عقلي من كذب الرجال بهالدنيا صار مصيف. قام سألت الماترة عنهم، قال لها نحن هون ما بنقدم كحول. مي رجعت على بيتها وكتبت تويت عم بتقول انه عم تتغير صورة بيروت وهيدا الشيء ما بيشبه بيروت الانفتاح والحرية. هلا يعني هيدي لحالة مادة للترند. وانا ما بدي تتغير هويته للبنان، ما بدي بطل البس ديكولتي لانه في حزب عم يحكمنا. هاي مثل اذا لسه حكيت على نانسي او جمهور نجوى فلت على فانزيتها لنوال. هالقد عملت ضجة مي. وما مرقت ساعة كانت قلبت شرقية غربية، وعشوي كان في ناس رح يبلشوا يعمروا حيط على نهر الكلب، تتطبق الفيدرالية من حيث لم نتوقع. لكم لبنانكم ولي لبناني. هو بلبنان في حدا مفهم الناس انه خلص الصراع السني الشيعي بالمنطقة وهلأ اجا دور الصراع الإسلامي المسيحي، يعني قوام بيشرفوا اي شيء هو جزء من هيدا الصراع الجديد. هول الناس اذا رفيقهم قال هالشيء كانه يمكن رسماله يناقشوه بالفكره او يتفهموه، بس لما ما يشد يا تقولها بتصير حرب وبتتكبر الخبريه كانها حمله صليبيه، وعشوي رح يطالبوا البطرك والمفتي ببيان ويطلعوا يقولوا للناس نحن تفهمنا وتصالحنا. لهالدرجة كبرت الأجوبة والتعليقات، حولوا الموضوع من وحدة بس كان عبالة كاس نبيد لوحدة بدها تفرض على الناس يشربوا. اشربي يا شاب، اشربي 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 اشربي. لبنان طول حياته هيك، وطول عمره في مطاعم ما بتقدم كحول وفي مطاعم بتقدم مشروبات كحولية، وصاحبها بحد ذاته بيكون لا بيشرب ولا بيشجع على الشرب، بس تارك حرية للي بده واللي ما بده ما بيشرب. وطبعا 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 المطعم حر ما يقدم كحول، وما بتصور انه هيدا شيء بيعني انه حركات داعش ولا تعصب. للأسف هي بتحكي مع الويتر عنا وبتقول له معكم مشروب، بيعتذر منها بيقول لها نحن ما بنقدم مشروب. تحكي كلام كان كتير هيك ما كان بمحله، يعني ما كان لايق من حضرة وزيرة، انه للأمانة احترمنا وما كان عندنا ولا اي رد فعل، مع انه كانت هي اسائر بهذا الموضوع لانه بالشخصي يعني قبل اي شيء. في الكول شوي اللي ما بتشربي الكول؟ عادة لا، بس اليوم ايه في نتفيد الكول ست بديعة شط واحد بكفي. لا طيبين بعد في معلوم، جيبي بعد، يلا جيبي بعد زيادة سعادتي، جيبي بعد. لبنان هيك، حتى بالبرغل في طائفية وبالعدس في طائفية على قولة زياد. مثل ما صراع على ملكية أراضي بيقلب طائفة، ومثل ما مشكل على صفة بيقلب طائفة، ومثل ما حرب الشطافة فيها ريحة طائفية. وأنا بحترم كل شخص بيشرب ولا ما بيشرب، مش معناته أنه أنا محلي لفئة معينة، نحن محلنا لكل العالم. بس هون كمان بدنا نراقب اللي دبكوها مع بعض، اللي هو بالبلد بس المسيحية بيشربوا.